ما هو داء اللؤلؤ؟ يطلق مصطلح داء اللؤلؤ على عدوى الملايسة المعدية بالإنجليزية موليسكوم كونتاجيوس، وهي أحد أنواع العدوى الفيروسية الشائعة التي تصيب الجلد وتؤدي إلى ظهور آفات جلدية تشبه شكل اللؤلؤ، وغالبا ما تصيب الأطفال تحت سن 15 من العمر. وفي الحقيقة لا يمكن تحديد نسبة الإصابة بهذا النوع من العدوى الجلدية بشكل دقيق بسبب عدم مراجعة العديد من الأشخاص المصابين بهذا الداء للطبيب. ومن الجدير بالذكر أنه يمكن لهذه الآفات الظهور في أي مكان من الجسم، ولكن أكثرها شيوعا في الذراعين والساقين والجذع. وتجدر الإشارة إلى أن عدوى المليساء الفيروسية والآفات التي تظهر نتيجة الإصابة بها تزول خلال مدة تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهرا دون الحاجة إلى العلاج في معظم الحالات، وقد تحتاج بعض الحالات النادرة إلى 4 سنوات للشفاء. أعراض داء اللؤلؤ: تتراوح فترة حضانة فيروس المليساء المعدية ما بين 2 إلى 7 أسابيع بعد الإصابة بالعدوى، وقد لا تظهر الآفات الجلدية في بعض الحالات لمدة تصل إلى 6 أشهر. وفي الحقيقة تبدأ ملاحظة الأعراض عند ظهور مجموعة صغيرة من النتوءات والآفات الجلدية التي لا تسبب الألم، وقد تظهر آفة جلدية واحدة في بعض الحالات، أو ما يزيد عن 20 آفة مكونة بقعة في المنطقة نفسها من الجلد في بعض الحالات الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن الأعضاء المصاحبة للإصابة بالمليساء المعدية قد تكون أشد في حالات الإصابة بضعف في الجهاز المناعي، إذ تظهر الآفات بحجم كبير قد يصل إلى 15 مليمترا، أي ما يعادل حجم قطعة نقدية. وتزداد فرصة ظهور الآفات على الوجه، وقد يصعب علاجها في بعض الحالات. وفيما يأتي بيان لبعض الصفات التي تتميز بها هذه الآفات. يمكن لهذه الآفات الظهور في أي منطقة من الجلد باستثناء باطن القدم وراحة الكف، ويمكن أن تظهر على الوجه والبطن والساقين والذراعين لدى الأطفال. أما لدى البالغين فتظهر على البطن ومنطقة الفخذ الداخلية والأعضاء التناسلية. يتراوح حجم هذه الآفات الجلدية ما بين 2 و5 ملم، أي ما يتراوح بين حجم رأس القلم وحجم الممحات الموجودة من طرف بعض أنواع الأقلام، وغالبا ما تكون ذات مظهر لامع وملمس ناعم. تظهر هذه الآفات بلون يشبه لون اللحم أو بلون أبيض أو زهري، وتكون مملوءة بمادة شمعية. تكون صلبة وذات شكل يشبه القبة، ومع وجود انحناء صغير في الوسط. ما هي مضاعفات داء اللؤلؤ؟ قد تؤدي الإصابة بداء المليسات المعدية في بعض الحالات إلى ظهور بعض المضاعفات الصحية كحك الآفات الجلدية أو العبث بها، مما يؤدي إلى الإصابة بعدوى بكتيرية في الجلد في المنطقة المصابة. وقد تحتاج بعض الحالات إلى استخدام أحد أنواع المضادات الحيوية للتخلص من العدوى. من مضاعفاته أيضا حدوث بعض المضاعفات الصحية في العين، مثل الإصابة بالتهاب القرنية والالتهابات الملتحمة. وقد تظهر بعض الندب الجلدية في منطقة الآفات في بعض الحالات، وتكون فرصة ظهور الندب أكبر في حالة الإصابة بعدوى بكتيرية في منطقة الآفات الجلدية نفسها. من مضاعفات داء اللؤلؤ أنها قد تصاب المنطقة المحيطة بالآفات الجلدية بالإكزيما في بعض الحالات، مما يسبب الشعور بالحكة والألم، وتزداد فرصة الإصابة بالعدوى البكتيرية وانتشار الفيروس في هذه الحالة، وقد تؤدي إلى تأخر عملية الشفاء. ما هي كيفية الوقاية من داء اللؤلؤ؟ أولاً، غسل اليدين وتغطية الآفات الجلدية. يمكن تغطية منطقة ظهور الآفات الجلدية بضمادة مضادة للماء في حال احتمالية اتصال الآخرين بهذه المنطقة، وذلك لمنع انتقال العدوى. كما ينصح بإزالة الضماد في الحالات التي لا تستوجب الاتصال مع الأشخاص الآخرين. للوقاية من داء اللؤلؤ أيضا علينا تجنب الاتصال الجنسي وتجنب لمس الآفات الجلدية، مع تجنب مشاركة الأدوات الشخصية. علاج داء اللؤلؤ: إن العديد من حالات الإصابة بداء المليساء المعدية لا تحتاج إلى العلاج، وتزول من الزمن من تلقاء نفسها كما تم ذكره سابقا. قد ينصح الطبيب بإزالة الآفات الجلدية قبل اختفائها بشكل تلقائي لتجنب انتقال العدوى.
أما بالنسبة للعلاجات الدوائية فنذكر منها المنتجات المهيجة للجلد. يمكن استخدام بعض المنتجات التي تحتوي على مواد مهيجة للجلد مثل هيدروكسيد البوتاسيوم وحمض الساليسيليك للمساعدة على التخلص من الآفات الجلدية. كذلك كريمات الريتينويد، يمكن استخدام الكريمات التي تحتوي على مادة الريتينويد في علاج داء المليساء المعدية، وتجدر الإشارة إلى ضرورة تجنب استخدام هذه الكريمات أثناء الحمل فقط.